عاوز اقول لكم ان انا اول مرة اروح اصور حاجة في حياتي وانا معرفش عنها حاجة. ده الملك الجديد. مصر تستطيع. يسبق القنوات والمواقع العالمية وينفرد بأول تصوير تلفزيوني للكشف العلمي لفريق العالم المصري هشام سلام. انا اقدر اقول ان ده اكتشاف ملكي. الجديد ان هو فريق مصري كامل. الحوت توتسيتاس فرعون الحيتان عمره 41 مليون سنة والذي أعلن عن اكتشافه في صحراء الفيوم. هذا الاكتشاف صناعة مصرية كاملة 100%. مصر تستطيع.